السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ هنكمل النهاردة اللي بدأنا الفيديو اللي فات. احنا خدنا الفيديو اللي فات عرفنا عن ايه اناتومي، وعرفنا ان اناتومي معناه is the science that studies the structure of the human body، بمعنى العلم اللي بيدرس تركيب جسم الانسان and the relationships between its organs والعلاقة بين اعضائه. وفهمنا الكلام ده الفيديو اللي فات، وعرفنا منظومة جسم الإنسان إنها بتتكون من سيلز، بعد كده بتجمع كده تيشوز، ثم أورجانز، ثم سيستمز عشان تعمل الأورجانيزم في الآخر. عاوزين نعرف النهاردة إيه هي الميثودز أوف أناتومي، بمعنى أنا علشان أدرس الأناتومي أو العلماء بتوع الأناتومي لما فكروا إن هم يبدأوا يدرسوا الأناتومي لقوا إن قدامهم حاجة من اتنين. يا اما ندرس الاناتومي دوت على الجثث، بمعنى ان الشخص اتوفى وجاي لي ان انا كده اشرحه وادرس تشريحه واناتومي عليه واعرف تركيب جسمه، وبالتالي هيقلي في الوضع دوت ان انا استخدم المشرط وابتدي افتح في الاعضاء واشيل ومفيش مشكله هي جثه. او قدام ان انا ادرس اناتومي على شخص حي، ازاي؟ هنشوف دلوقتي ازاي هندرس اناتومي على شخص حي. ولكن يهمني ان اول نوع من انواع او من الطرق اللي هدرس بيها الاناتومي ان انا ادرس الاناتومي على شخص ميت، ادرسه على جثه، فسميته كاديفيريك اناتومي. كاديفيريك اناتومي جاي من كلمه كاديفرز، كلمه كاديفر دي معناها جثه، فسميته كاديفيريك اناتومي، يعني الاناتومي اللي بيتم دراسته على الجثث. بقول لك ببساطه شديده it is studied on dead bodies، يعني بدرسه على الجثث. ورجعت قسمت الكاديفيريك اناتومي اللي هدرسه على الجثث دوت الحاجتين اتنين، ريجيونال وسيستيميك. بمعنى انا عندي جسم الانسان عموما بيتكون من سيستمز زي ما اتفقنا. عند حضرتك مثلا هنا في هنا الرئتين والقصبة الهوائية والبلعوم الأنفي عاملين مع بعض حاجة اسمها الجهاز التنفسي. عندك القلب والشرايين اللي ماشية حواليه ومتفرعة في الجسم عاملين الجهاز الدوري. عندك الأمعاء والكبد والبنكرياس وغيره والمعدة عاملين الجهاز الهضمي. يبقى أنا عندي كذا عضو في جسم الإنسان، عندي أعضاء. فأنا ممكن كواحد أنا عاوز أدرس أناتومي أبتدي إن أنا أدرس كل جهاز من جسم الإنسان على حدة، يعني أمسك الجهاز التنفسي وهدرسه لوحده، أدرس القصبة الهوائية وأدرس الرئة وأشوف علاقة الرئة بالأعضاء اللي حواليها وأشوف مكان الرئة وأشوف تركيب الرئة، مفيش مشكلة، أدرس الجهاز الهضمي لوحده وهكذا. ده فريق من العلماء اللي بيدرسوا الكاديفيريك أناتومي قال لك إحنا هندرسه، هندرس الجسم هندرس الجسم جهاز جهاز، سيستم سيستم، يعني أخد الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري وهكذا. فسميته سيستماتيك اناتومي. سيستماتيك يعني ان انا هدرسه بالسيستم، سيستم سيستم، تمام. طيب في جماعة تانيين قال لك لا، طب انا مش عاوز ادرس السيستم، انا قال لك مثلا الامعاء ديت موجودة هنا في منطقة البطن، وعندك المريء موجود فوق نازل من قلب الايه، من قلب الصدر من فوق. قال لك طب انا مش عاوز ادرس منطقة الصدر دي، انا عاوز ادرس الامعاء بس اللي في منطقة البطن، تمام. قال لك من هنا اخترعوا حاجه اسمها ريجيونال اناتومي. ريجيونال اناتومي يعني ايه؟ قال لك انا هدرس منطقه البطن بس، وماليش دعوه بقى المريء ده طالع في الصدر مش عارف ايه، انا ماليش علاقه بالصدر خالص، انا هدرس منطقه البطن بس بكل اللي فيها، سواء بقى فيها امعاء، سواء فيها كليتين، سواء فيها اي حاجه، بغض النظر الجهاز دوت تبع ايه. يعني انا هدرس الامعاء وهي تبع الجهاز الهضمي، هدرس الكليتين وهي تبع الجهاز الدوري، برغم ان الاثنين مش تبع نفس الجهاز الا ان هما تبع نفس المنطقه، الاثنين موجودين في منطقه البطن، تمام. فسميت التقسيمه ديت ريجيونال اناتومي. ده صنف تاني من العلماء قال لك انا هدرسه ريجيونال اناتومي، يعني ريجون باي ريجون، يعني هدرس منطقه منطقه، منطقه البطن، منطقه الصدر، منطقه الكتف، منطقه الفخذ وهكذا، يعني اخد الجسم اقسمه مناطق، تمام. فمن هنا جت المصطلحين اللي قلنا دولت، ان العلماء اتفقوا على الكاديفيريك اناتومي بدرسه على الجثث، هقسمه لحاجتين اتنين. ريجيونال اناتومي معناها ان انا هدرس البادي از ستاديد ريجون باي ريجون، منطقه بمنطقه. وسيستميك اناتومي معناها ان البادي هدرسه سيستم باي سيستم، جهاز بجهاز زي ما اتفقنا، تمام. وده سميته الكاديفيريك اناتومي اللي هدرسه على الجثث. طب ازاي هدرس اناتومي على شخص حي؟ اولا الاناتومي اللي هدرسه على شخص حي سميته سيرفيس اناتومي، سميته سيرفيس اناتومي، بمعنى ان انا قدام الشخص دوت زي ما انت شايف الرسمة دي جميلة جدا، مقسمة نصين، قال لك من هنا النص اللي باين فيه العضلات وهنا الأعضاء اللي مدفونة تحت العضلات، بس أنا كشفت العضلات من على الناحية ديت علشان أشوف الأعضاء اللي تحتها. فلو افترضنا مثلا إن في هنا عضلات، أنا من الأناتومي بتاعي أو من دراستي للأناتومي أو من المفهوم العام عموما عارف إن في هنا مثلا
ادي القولون الصاعد، عارف ان القولون الصاعد دوت موجود تحت المنطقة ديت من البطن، تمام، متغطي بعضلات ومتغطي بجلد ومفيش اي مشاكل، تمام. بس انا عارف ان ده مكان مين، مكان القولون الصاعد، فحبيت ان انا اقدر اميز مكان القولون الصاعد من على سطح الجلد من بره، بمعنى ان انا هاجي على شخص طبيعي جدا، شخص حي قدامي، واقوم ماسك بايدي احطها على منطقة من بطنه واقول ان المنطقة ديت انا كده حاطط ايدي فوق القولون الصاعد. ده سميته السيرفس اناتومي، بمعنى ان انا بدرس في الاناتومي بتاع جسم الانسان، او بدرس تركيب جسم الانسان من على سطح الجلد من بره. على سطح الجلد من بره اقدر احدد الاماكن اللي موجود فيها الاعضاء الداخليه، اجي مثلا في المنطقه دي واقدر اقول ده هنا فيه كبد، احط ايدي واحدد هنا فيه كبد من ماشي من الاتجاه من المنطقه من البعد الفلاني لغايه البعد الفلاني، عرفت مكان الكبد. اجي مثلا في المنطقه دي واقول لا ده تحت هنا الرئتين، تحت هنا الرئه، ماشي، فاقول هنا مثلا الرئه الشمال موجوده في المنطقه دي، فيبقى المنطقه دي تحت الرئه الشمال، وعارف الحدود انها بادئه من هنا وماشيه لغايه هنا. ومش بس كده، ده انا عارف كمان ان الفصوص بتاعه الرئه، عارف الفص الاول هينتهي هنا والفص الاول هينتهي هنا، كل ده هعرفه في السيرفس اناتومي. هو ده معنى كلمه السيرفس اناتومي، ان انا اقدر استشف او اعرف الاعضاء الداخليه موجوده فين من على سطح الجلد من بره، فسميته سيرفس اناتومي. يبقى عندي سيرفس اناتومي ات از ستاديد اون ليفنج بوديز، طبعا هدرسه على شخص حي، مش هقدر ادرسه على شخص متوفي جثته متحلله، انا محتاج شخص حي وعايش ومفيش اي مشكله معاه. الديلز ويز يتعامل مع ذا ريليشن شيب اوف ديب ستراكشرز تو ذا بودي سيرفيس، يعني علاقه الاعضاء الداخليه بسطح الجسم. وما اظنش ان في اي مشكله في الكلام، الكلام واضح جدا مفيهوش اي مشكله. وكده خلصنا الميثودز اوف اناتومي، او الطرق اللي هدرس بيها اناتومي، سواء على شخص متوفي او ميت، او على شخص ايه، او على شخص حي. نيجي بعد كده لنقطه مهمه جدا جدا جدا. دلوقتي انا قررت ادرس اناتومي، وجم مجموعة من العلماء كل واحد مع نفسه في بلد، واحد مثلا في مصر، واحد في اليابان، واحد في أمريكا، واحد في أي مكان، قال لك إحنا نبتدي ندرس أناتومي. فجيت أدرس أناتومي وقلت أنا شايف قدامي هنا، شايف إنه ال فلنفترض إن ديت مثلا لو حد واخد باله ديت المعدة مكملة هنا كده، مكملة هنا بالمنظر ده، فلما ناخدها في صورة يبقى أفضل. ادي المعدة، المعدة مكملة كده، تمام، ادي المعدة، تمام، ادي المعدة قدامي. انا شايف، وكلنا وانت واحنا شايفين ان ادي القولون المستعرض، وعارفين ان المعدة تقع فوق القولون المستعرض، يعني المعدة مستواها اعلى من مستوى القولون المستعرض. لو جيت اوصفهم اقول ان المعدة فوق والقولون المستعرض تحت، مفيش اي مشكلة خالص. فانا وصفت، عالم من العلماء وصف وقال ان الكلي ان المعده تقع فوق القولون المستعرض، وقلنا تمام. جيت ناقش مع عالم تاني موجود في دوله تانية، قال له لا، ده انا لقيت ان الكليه ان المعده تقع تحت القولون المستعرض. فهنا حصل اختلاف، قال له ازاي المعده تقع تحت القولون المستعرض، انا شايف ان المعده قدامي فوق القولون المستعرض. اتضح ان الشخص التاني او العالم التاني اللي كان بيدرس، كان بيدرس على جسم الانسان هو بالمنظر ده، باصص ناحيه الراس والرجلين من فوق، فبص لقى فعلا، قال له ده المعده اهي تقع تحت القولون المستعرض. يعني الفكرة ان انا وانت كل واحد بص في مننا من اتجاه مختلف عن التاني، محدش قدر ايه يحدد الاتجاه بالظبط. فجه عالم تالت قال لهم لا يا جماعة، لا انت صح ولا هو صح، ده المعدة والقولون المستعرض موازين لبعض. موازين لبعض ازاي؟ قال هو بص من المنظر اللي احنا شايفينه ده، بص على الانسان من الجنب، وبص فعلا لما وقف الانسان على جنبه كده، لقى ده المعدة ماشية موازية للقولون المستعرض، الاتنين ماشيين مع بعض قصاد بعض هم. فمن هنا ظهرت المشكلة اللي استدعت إن أنا أحدد وضع تشريحي ندرس عليه كلنا الأناتومي. بمعنى إن أنا عالم في مصر، وعالم في دولة تانية، وعالم في دولة تالتة، المفروض نتفق كلنا على وضع نكون مثبتينه، بحيث إن إحنا ندرس فيه الأناتومي، بحيث ما نتلخبطش. أي حد يوصف أي حاجة يقول فوق أو تحت، ميبقاش فيه أي لخبطة، لأن إحنا متفقين على وضع واحد. مش واحد يدرس بالجسم نايم، واحد يدرس بالجسم واقف، واحد يبص وهو متشقلب، واحد يبص وهو بالجنب، فما ينفعش الكلام ده. فمن هنا ظهر مصطلح الاناتوميكال بوزيشن. الاناتوميكال بوزيشن، او بمعنى اخر الوضع التشريحي، هو الوضع اللي في جسم الانسان هنثبته عليه، واتفقنا او مجموعه علماء اللي بيدرسوا الاناتومي اتفقوا عليه، عشان لما نيجي نوصف اناتومي ونوصف اماكن اعضاء الجسم بعد كده ما يحصلش اي اختلاف ما بينهم.
فكان لازم نتفق على وضع تشريح. الاناتومي كالبوزيشن او الوضع التشريحي هو الوضع اللي احنا شايفينه قدامنا في الصورة ده. انا هبص لجسم الانسان من قدام بحيث كل اللي ناحية قدام دوت يبقى قدامي، وكل الحاجات اللي في ناحية الظهر تبقى خلفي، يعني اي حاجة ناحية قدام هتبقى امامية، واي حاجة ناحية الظهر هتبقى خلفية. مش حد يبص لي من الظهر بعد كده، لا انا هبص من قدام. هو ده الوضع اللي احنا اتفقنا عليه. هتلاقي ان الشخص ايده مفرودة وماشية جنب الجذع بتاعه، ادي الايد مفرودة وادي الايد مفرودة، بحيث انه برضه بطن الايد باصة ناحية قدام. ما تجيش تجيب لي ظهر ايدك وتبصصها ناحية قدام، لا ده بطن الايد هي اللي باصة ناحية قدام، والايدين الاتنين موازين لبعض وملامسين ايه؟ وملامسين لبعض. هو ده الوضع التشريحي او اناتوميكال بوزيشن اللي اتفقنا عليه، بحيث ما يحصلش اي لخبطة او اختلاف بعد كده. اناتوميكال بوزيشن دوت واحد من اهم الاسئلة اللي بتيجي في الامتحانات، سواء حتى في اخر السنة في الفاينل او في الميد تيرم اللي هو في وسط امتحانات اعمال السنة اللي بتنزل في وسط السنة دي. فغالبا بنسبة 100% لازم هيقابلك سؤال اناتوميكال بوزيشن، يقول لك عرف لي الاناتوميكال بوزيشن هو ايه. الوضع اللي احنا شفناه في الصورة ده هنقوله بس بالكتابة مش اكتر، هو ده المطلوب مننا. قال لك the subject is standing erect. السبجكت هنا ديت معناها الشخص، كلمة subject اقصد الشخص الفلاني، الشخص المعين. the subject is standing erect، كلمة erect معناها مستقيم، بمعنى ان انا مش واقف متني ولا واقف معوج ولا بص لتحت ولا بص لفوق. لما ابص على الصورة دي هتلاقي ان فعلا السبجكت از ستاندنج اريكت، الشخص واقف قدامنا مستقيم ما فيهوش اي لا متني ولا معوج ولا اي حاجة. ادي اول جملة. تاني حاجة the eyes are looking forward، بمعنى ان عينين الشخص looking forward يعني بتبص لقدام، وده طبيعي ان انا قدامي ان eyes are looking forward، بمعنى ان انا مش موطي راسي لتحت ببص على رجلي ولا رافع راسي لفوق بتفرج على السقف، لا عيني بص مباشرة لقدام. the eyes are looking forward يعني راسك متثبتة ناحية قدام، مش مميلة لتحت ولا مميلة لفوق ولا بص للجناب ولا أي حاجة، فكده مفيش مشكلة. الحاجة التالتة بقى الجميلة the arms are by the sides of the trunk. الأرمز زي ما احنا اتفقنا اللي هي الدراعات، الدراع اليمين والدراع الشمال، by the side of the trunk يعني نازلة على جانبي الترنك. طب ايه هو الترنك؟ الترنك ده اللي هو جذع الانسان، كلمة الترنك بمعنى الجذع. واحنا شايفين الترنك ادي الجذع بتاع اللي هو بيتكون من الصدر ومن البطن، ادي منطقة الصدر والبطن ده على بعضه سميته الجذع، ونازل قدام الدراع موازي او على جانبي مين؟ على جانبي الجذع. طب في نقطة تانية لازم تأكد عليا، ان بطن الايد باصة فين؟ باصة لقدام. طب يعني ايه بطن الايد؟ بطن الايد معناها كلمة بالم، كلمة بالم معناها راحة اليد او بطن اليد من قدام. The palms are facing forward يعني البالمس باصة لقدام، هي أخرى مفيش مشكلة. يبقى اتفقت إن الأرمس are by the side of the trunk يعني الدراعين على جانبي الجذع، والبالمس are facing forward، وبطن الإيد باصة لإيه؟ باصة لقدام. آخر حاجة بقى زفيت أركلوس الجزر، بمعنى إن أنا ضمم رجليا الاتنين أو القدمين الاتنين على بعض زي ما هو في الصورة كده بالظبط، ضمم القدمين الاتنين على بعض زفيت أركلوس الجزر. Anatomical position سؤال مهم جدا. The subject is standing erect. The eyes are looking forward. The arms are by the side of the trunk. And the palms of the hand are facing forward. The feet are close ايه؟ together. مفيش مشكلة خالص في الأنتوميكال بوزيشن لوضع التشريح. تمام، اتفقنا على الأنتوميكال بوزيشن وعرفنا احنا هندرس الأناتومي ازاي، وقلنا ده الأنتوميكال بوزيشن اللي هناخد اللي هندرس الأناتومي عليه. ولكن قابلتنا مشكلة تانية. دي نفس الصورة مفيش مشكلة، بنأكد تاني على الطرق اللي هدرس بيها الأناتومي. أنا لو واخد هنا هاخد مثلا سيستم الجهاز الهضمي على بعضه على حسب المنطقة اللي هو فيها ما يهمنيش، أو إن أنا هدرس الجسم أقسمه بالخطوط ديت لمناطق معينة أدرسه بيها، وهنعرف إن شاء الله المناطق المعينة والسيستمز المعينة في الفيديو اللي جاي والفيديو اللي بعده. ولكن ديت فكرة إيه؟ كاليبريت أناتومي ريجينال وسيستمك، مفيهاش أي مشكلة. اللي يهمني دلوقتي إنك إيه؟ إنه الجماعة علشان يدرسوا أناتومي قال لك انا محتاج اقطع في جسم الانسان. انا مش معقول ادرس اناتومي الجسم ايه سليم زي ما هو، ما انا لازم اقطع وافتح واخش جوه واشوف لما بدرس الكادافيريك اناتومي. فاختلف الجماعه العلماء مع بعض، قال لك برضه هقطع ازاي؟ مش اي حد هيقطع بمزاجه. فقال لك طب احنا نحدد طرق معينه هنقطع بيها في الجسم بحيث ان احنا نتفرج ونشوف الاناتومي بتاعه عشان ما يحصلش اي لخبطه ما بيننا وما بين بعض. تمام. فاول طريقه طلعت واحد قال لك انا هشق جسم الانسان بالنص كده بالطول، نصين، نص يمين ونص شمال، او جزء يمين وجزء شمال. دي اول طريقه طلعت، دي شق الجسم كده بالطول قسمه نص يمين ونص شمال. هنا بقى محتاج منك ايه؟ تخيل شويه، بمعنى ان انا عاوزك تتخيل ان انا قسمت الجسم اهو نصين، نص يمين ونص شمال، ورحت جاي على النص الشمال ده ورحت شلته رميته بعيد عني خالص. هشوف ايه لما انا ابص من هنا؟
هتبص من هنا هتشوف، هتلاقي الراس باينه قدامك، بس مش هتشوف الراس نفسها، ده انت هتشوف اللي جوه الراس. انا هنا قسمتها نصين، هشوف النص اللي جوه الراس، هشوف الصدر بتاعه والبطن، ولكن منطقة الرجل مش هشوفها لأن أنا شلت الرجل كلها، مفيش مشكلة في الرجل مش هشوفها، ولكن حتى في منطقة الحوض هتشوف نص منطقة الحوض، لأن أنا قسمت الجسم نصين وشلت النص اللي ناحية اليمين دوت ورميته بعيد عني خالص. عايزك تتخيل المنظر اللي هتشوفه مش أكتر، لأن ده هيفرق معاك كتير في الأناتومي كله عموما، التخيل، إنك تقدر تتخيل أنا قطعت منين وبالتالي هشوف إيه. يعني أنا لما قطعت كده وأرسم لك رسمة هتبص قدامي، لو أنا قطعت بالقطع اللي هو الإيه؟ القطع اللي انت شايفه قدامك ده، وجيت رسمت رسمة، هبص على الشخص كده، تمام؟ ادي الشخص، ادي الراس، وادي الرقبة، ونازل تحت على الصدر، وبعدين البطن، ونازل مكمل تحت على رجلين. ده المنظر الجانبي اللي انا هشوفه، لان انا قطعت جسم الانسان زي ما هو باين قدامنا هي كده نصين، ورحت شايل النص ده رمي خالص، وابتديت ابص من الجنب، اشوف بقى هنا، لقيت ان البق ناحية قدام مثلا، وهنا الراس او الشعر ناحية ورا، لقيت هنا ادي الرقبة بص ناحية قدام، وادي ظهر الرقبة او القفا باصص ناحية ورا، لقيت ان الصدر هنا موجود هنا، والبطن والسرة مثلا موجودة هنا، كل ده بص ناحية قدام، وظهر الجسم والفقرات بص ناحية ورا. يفرق معايا جدا في الأناتومي إنك تكون متخيل المنظر اللي أنا بقوله، إن أنا خدت جسم الإنسان بالجنب وابتديت أبص عليه من الجنب، فهتبقى الأعضاء اللي كانت موجودة هنا كده دي أعضاء بص ناحية قدام، وهتبقى الأعضاء اللي موجودة هنا كده دي أعضاء بص ناحية إيه؟ ناحية ورا. دي تفرق معايا جدا في كل الأناتومي على مدار السنتين الجايين إن شاء الله. تمام؟ طب هنسميها ايه بقى الخطه اللي احنا قطعنا بيها القطع الجميل دوت؟ هنسميها ساجيتال بلين. الخطه اللي انا قطعت بيها الجسم نصين، نص يمين ونص شمال، سميتها ساجيتال بلين. قال لك طيب انت بتقول ساجيتال بلين لو قطعت جزء ناحيه يمين وجزء ناحيه شمال، طب لو كانوا الاثنين بالظبط قد بعض، يعني الجزئين الاثنين ماشيين قصاد بعض قد بعض، نص يمين ونص شمال، في الحاله دي هنسميها ميد ساجيتال بلين. ميد ساجيتال يعني في منتصف الساجيتال، يعني في منتصف الجسم بالظبط، خط ماشي في منتصف الجسم بالظبط، اللي اسم الدلع بتاعها ميديان بلين. يعني ميديان بلين تساوي ميد ساجيتال بلين تساوي الخطه اللي هتقطع الجسم في المنتصف بالظبط. فقسمت الجسم لنصين، نص ناحيه اليمين ونص ناحيه الشمال. قال لك طب لو كنت مثلا انا كنت مميل شويه ناحيه جاي شويه ناحيه النص ده، وجيت مثلا من هنا كده ورحت واخد خط قاسم الجسم كده بالخط بالظبط موازي اللي انا برسمه ده، هل ده يعتبر ساجيتال بلين؟ اه يعتبر ساجيتال بلين، بس ما هوش ايه؟ ما هوش ميد ساجيتال، ما هوش في منتصف الساجيتال. لا، دي حاجة قسمت الجسم نصين، جزئين، جزء ناحية اليمين وجزء ناحية الشمال، بس الجزئين مش قد بعض، واحد كبير وواحد صغير، فسميتها ساجيتال بلين برضه، ما اقدرش اقول لا ان هي مش ساجيتال بلين. فكده قدامي الساجيتال بلينز ديت اللي بتقسم الجسم نصين، نص يمين ونص شمال، او جزئين، جزء يمين وجزء شمال، قسمتها لميديان بلين، او اللي سميتها ميد ساجيتال بلين، يعني في منتصف الساجيتال. فيرتيكال بلين يعني خطة عمودية، كلمة بلين ديت عموما يعني اتجاه قطع أو خطة القطع، بمعنى أنا هقطع من الاتجاه الفلاني، ففيرتيكال بلين ديت خطة إيه؟ اتجاهها فيرتيكال، فيرتيكال يعني عمودي، يعني نازلة من فوق لتحت عمودية مش أفقية، زي الديفايدز اللي بتقسم البادي انتو رايت اند ليفت ايكوال هافز، يعني بتقسم الجسم انتو رايت اند ليفت يمين وشمال ايكوال هافز، نصين متساويين بالظبط، الاثنين قد بعض ماشية في نص الجسم بالظبط، ميديان بلين أو الميد ساجيتال بلين. قال لك امال ايه البارا ساجيتال بلين؟ البارا ساجيتال بلين ديت هي الخطه اللي بتقسم الجسم زي ما اتفقنا في الصوره لجزئين الاثنين مش قد بعض، واحد كبير وواحد صغير، فسميتها ايه؟ فسميتها بارا ساجيتال بلين. تمام؟ كلمه بارا يعني موازي، وساجيتال زي ما اتفقنا ان حاجه نازله بالطول كده بتشق الايه حته يمين وحته شمال، فبارا ساجيتال يعني خطه موازيه للايه؟ للساجيتال، يعني ما هيش ماشيه في النص، ده ماشيه جنب النص بشويه، فقسمته لي جزئين، جزء كبير وجزء صغير، اتفقنا برضه هي فيرتيكال بلين نفس البلين اللي فوق بالظبط، ولكنها بتديفايد ذا بادي انت رايت اند ليفت ايه ان ايكوال بارتس، يعني جزئين غير متساويين، جزء كبير وجزء صغير على حسب بقى ما انت قاطع واللي يريحك. عندنا كمان خطتين تانيين بنقطع بيهم، خطه اسمها الفرنتال او الكورونال بلين، اللي هي الخطه اللي قدامي دي، انا هقسم الجسم لجزئين اي نعم او نصين اي نعم، ولكن هما الاثنين مش يمين وشمال، لا ده نص امامي ونص خلفي،
يعني انا جيت كده بنفس الخط ده، ولو افتكرت ان ده منشار مثلا نازل بيقسم الراس كده من النص، نص امامي ونص خلفي، قسمها نص امامي فيه العينين والانف والفم وكل الاعضاء دي، ونص خلفي بقى فيه الجمجمه بالمخ بالايه بالحاجات اللي فيها، ونزل برضه مكمل على بقيه الجسم. فالخطه دي سميتها فرونتال او كورونال برين، اللي هتقسم لي فيها الجسم النصين. طب انا عاوزين نتخيل الكورونال برين برضه او الفرونتال برين، انا لو قسمتها دلوقتي جبت الجسم دوت، معلش على رسم الحلبانتيش اللي مرسومه ده بس اللي موجود، وقسمت الجسم بالكورونال بلين او الفرونتال بلين اللي هي بتقسمه لي حته قدام وحته ورا ونص قدام ونص ورا، وهاجي ابص هتلاقي نفسك بص عادي جدا زي اي ايه زي اي وضع بتبص عليه، مش هيفرق معاك ان انا هلاقي الحاجات اللي موجوده قدامي حاجات متقسمه مثلا الناحيه دي كده ناحيه الشمال، تمام، لان ده الدراع الشمال، الشخص باصص لي فالمفروض ان دراعه اليمين قصاد دراع الشمال ودراعه الشمال قصاد دراعه اليمين، فهعكس على عكس ما انا شايف هيبقى حقيقي. فبص هتلاقي ان ده هو الدراع الشمال وده هو الدراع ايه اليمين، دي ليفت بنختصرها ب ال تي وده رايت بنختصرها ب ار تي، تمام. فهتلاقي ان الحاجه اللي هنا دي باصه ناحيه الشمال والحاجه اللي هنا دي باصه ناحيه اليمين، ده يهمني قوي في الكورونا بلين عشان اكون عارف انا بتكلم فين واتجاه الاعضاء بتاعتي فين. انا مقسم الجسم نصين، نص امامي نص خلفي، رحت جايب النص الامامي دوت ورميته. فلنفترض ان انا كنت شايف هنا مثلا القفص الصدري والعظم وبتاع، شلت انا النص ده كله وبصيت تحت بقى هنا، ابص على الرئتين وعلى القلب من ناحيه جوه لان انا شلت القفص الصدري من بره زي بالظبط في الرسمه دي، زي بالظبط في الرسمه دي انا شلت من هنا كل الضلوع العضلات والاربطه اللي موجوده ناحيه بره ديت، قسمتها بالظبط كده، جبت منشار ورحت واخد خطه من هنا ورحت نازل قاسمها بنصين، شلت كل العضلات اللي ناحيه قدام من هنا وبصيت على الايه على الاعضاء اللي تحتها، هي دي الكورونا البلين. هنا انا ما شلتش طبعا، انا شلت من الجزء ده بس، فهي دي الكورونا البلين زي ما احنا شايفينها في الصوره دي. خطه بتقسم الجسم لجزئين، جزء امامي وجزء خلفي، تمام. ادي الكورونا البلين او اللي سميتها بين قوسين الفرونتال بلين اللي هي البلين الاماميه، يعني فيرتيكال بلين برضو لانها جايه من فوق لتحت، ما هيش افقيه. ذا ديفايدز ذا بودي انتو انتيريور اند بوستيريور بارتس، كلمه انتيريور معناها امامي وكلمه بوستيريور معناها خلفي، هأكد عليهم تاني الفيديو الجاي إن شاء الله، بس كويس إن أنت تبقى عارف دلوقتي إن anterior يعني أمامي وبوستيريور يعني خلفي، تمام؟ تمام. يبقى لي خطة وحيدة بقى وهي أسهل خطة فيهم أساسا، المفروض كلنا نكون عارفينها، يعني الخطة اللي بتقسم للجسم بتشق نصين، نص علوي ونص سفلي أو جزء علوي وجزء سفلي، تمام؟ الخطة دي سميتها الترانسفيرس بلين، تمام؟ هي هوريزونتال بلين سميها الترانسفيرس بلين، اللي هي بتشق الجسم نصين، نص علوي ونص سفلي او جزء علوي وجزء سفلي، سميتها الترانسفيرس بلين. قلت عليها هوريزونتال بلين، كلمه هوريزونتال هنا يعني افقي، يعني الخطه الوحيده الافقيه اللي جايه بالعرض مش جايه من فوق لتحت. ذا ديفايدز ذا بادي انتو ابر اند لور بارتس، جزئين، جزء علوي او جزء سفلي، تمام. بالنسبه للكورونال او الترانسفيرس مش هيفرق معانا قوي حته هما جزئين ولا نصين، لان يعني اي خطه جايه بالكورونال او جايه بالترانسفيرس سواء بقى مقسمها لجزئين سواء مقسمها لنصين انا هسميها كورونا وخلاص، وهسميها ترانسفيرس وخلاص، مش هيفرق معايا هي في النص ولا مش في النص، انما حته في نص الجسم بالظبط دي الحاجه الوحيده اللي قلناها فيها هي الميد ساجيتال بلين، اللي هي مقسمه الجسم لنصين اتنين يمين وشمال قد بعض بالظبط. يبقى الترانسفيرس بلين هورزونتال بلين ذات ديفايدز ذا بادي انتو ابر اند لور بارتس، جزء عالي وجزء سفلي. يهمني برضو اخر حاجه اعرفها لما هبص على الترانسفيرس بلين او لما اقطع الجسم الترانسفيرس بلين هشوف ايه، ده جسم الشخص قدامي اهو، ده جسم ارنب قدام الشخص. المهم تمام، ورحت جايب منشار ورحت قصه كده نص فوق ونص تحت او جزء فوق وجزء تحت وجزء تحت، ورحت جاي على الجزء اللي فوق ده ورحت رميه في الشارع، رميته في جنب شلته خالص، وابتديت ابص بقى بدماغي من فوق، اطرطر دماغي من فوق كده وابص على الايه على المكان اللي انا قصيت منه اشوف هشوف ايه من جوه الجسم. شلت ده وابتديت ابص انا بقى من دماغي من فوق اشوف انا شايف ايه تحت مني هنا بقى، ايه اللي انا شايفه هنا. فهتلاقي طبعا المنظر عامل كده، هتلاقيه مدور. ليه؟ لان الجسم ذات نفسه مدور، انا قصيت الجسم دوت وببص على القطعه اللي باينه من قدامي هنا لقيتها مدوره، دي الحاجه الوحيده اللي هشوفها من قدام، مش البطن هي كلها عموما مدوره. لما انا اشيل ده خالص وابتدي ابص من فوق من هنا
هشوف الجسم ايه بالمنظر المدور اللي قدامي ده. تمام، عشان اتخيلها اكتر هقول لك ان هنا السره، هنا موجود السره، وموجود هنا الفقرات بتاعه الظهر. وضحت الصوره؟ ان انا شقي الجسم نصين، نص علوي ونص سفلي، وشفت النص العلوي خالص وببص على النص السفلي من فوق. فكل اللي هشوفه ان انا هشوف هنا بقى الامعاء والاعضاء الداخليه بتاعتي. تمام، وهشوف هنا السره، وهشوف هنا جنب جدار البطن من ناحيه قدام الايه العضلات، يبقى ديت من ناحيه امام. ودي من ناحية الخلف. تمام، يعني دي انتيريور ودي بوستيريور زي ما عرفنا من شوية، امام وخلف يعني ايه. يبقى الفكرة ان الحاجة اللي انا هلاقيها موجودة هنا في الكورونا، في الهوريزونتال بلين او في الترانسفيرس بلين دي، يبقى الحاجة دي باصة ناحية ايه؟ ناحية قدام. طب الحاجة اللي انا هلاقيها هنا يبقى الحاجة دي باصة ناحية ايه؟ ناحية ورا. ده اللي يفرق معايا في الترانسفيرس بلين اللي انا بتفرج بيها على الجسم، لما اشقه نصين، نص علوي ونص سفلي، واشيل النص العلوي وارميه خالص، وابتدي ابص على النص السفلي اللي انا قطعته منه، اشوف الحته اللي انا قطعتها ديت عامله ازاي من جوه الجسم بقى، فاشوفها بالمنظر ده. مش هشوف غير الحته الفوقانيه منها خالص اللي متقسمه شكل بيضاوي او شكل دائري كده على حسب جسم الانسان ما هو ماشي، وابتدي اتفرج ايه، وابتدي اتفرج جواها. الحاجات اللي هي ناحيه هنا يبقى ناحيه قدام، ناحيه السره مثلا، ناحيه الجدار البطن الامامي. الحاجات اللي هي ناحيه ورا تبقى ناحيه الايه، ناحيه الخلف في القطاع العرضي اللي انا شايفه ايه، اللي انا شايفه زي ما كنا بناخده زمان. مثلا لما اقول لك ادي ساق النبات، اقول لك خط قطاع عرضي في ساق النبات، تتخيل هشوف ساق النبات بمنظر ازاي؟ هشوفها دايره. تمام، لان ساق النبات ذات نفسها مدوره، هي نعم طويله ولكنها مدوره، فانا هشوف الدايره لما اخد فيها قطاع عرضي. هو ده بالظبط، لما اخد قطاع عرضي في جسم الانسان اشوفه بشكل دايره، لا ناحيه حاجات بص ناحيه قدام وحاجات بص ناحيه ايه، ناحيه ورا. وكده خلص موضوعنا النهارده عن الاناتوميكال بوزيشن والاناتوميكال بلينز. ان شاء الله هنتكلم في الفيديو اللي جاي عن الريجونز اللي هندرسها في جسم الانسان، يعني ايه المناطق اللي موجوده في جسم الانسان، وعلاقه تقسيمه المناطق بتاعت جسم الانسان. والفيديو اللي بعده ان شاء الله عن السيستمز اللي موجوده في جسم الانسان، يعني هنعرف يعني ايه جهاز هضمي، يعني ايه جهاز تنفسي، بيتكون من ايه، وايه اسماء الحاجات اللي بتكونها. اتمنى يكون الموضوع افاد الناس ويكون كلامي واضح، ولو في اي اسئله او استفسارات على الكلام اللي قلناه او جزئيه مش واضحه تسيبها في كومنت تحت البوست ان شاء الله، او تحت الفيديو ان شاء الله هنرد عليها. بالتوفيق.